السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. فيديو النهاردة يا بنات كلكم بتستنوه هو وصفة لتكبير الثدي ومنع ترهله. فيديو النهاردة يا بنات ده كانت طلبته مني بنوتة صغيرة في السن وجميلة قوي حلوة قوي، إنها بتهتم بنفسها وجسمها من دلوقتي. علشان كده أنا قررت إن أنا أجتهد جدا إن أنا أجيب لها أهم مكون وأحسن المكونات وأفضلهم كمان على الإطلاق لتكبير الثدي، وكمان أجيب لها أهم النصايح علشان النتيجة تكون سريعة كمان بإذن الله. المكون يا بنات هو زيت جنين القمح. زيت جنين القمح هيستخدم إن شاء الله في وصفتي لتكبير الثدي، لان هو بيساعد على زيادة تدفق الدم الى الثدي للحصول على التغذية السليمة وكمان الاكسجين لعملية التمثيل الغذائي، وهو بيزيد طبعا من حجم الثدي، بالاضافة الى ان هو يا بنات بيحتوي على فيتامين اي، ودي معلومة مهمة جدا. فعلشان كده هو بيساعد على منع ترهل الثدي، يعني مش هنكبره ويكون شكله كمان مش حلو، لا بالعكس، هو كمان بما انه بيحتوي على فيتامين اي فهيحافظ لنا على شكل الثدي وكمان هيمنع ترهله. ازاي بقى طريقة العمل يا بنات؟ اولا هي طريقة سهلة وبسيطة جدا، انا حابة بس افرجكم على الزيت وشكله ولونه بيكون عامل ازاي. ده شكل الزيت، حاولي ان انت لما تجيبيه تجيبيه الزيت الاصلي. هوريكم لونه يا بنات دلوقتي، ده بيكون لون الزيت. علشان لو اشتريتيه من اي شركة تانية ولقيتي اللون افتح من كده هتعرفي على طول ان هو مش اصلي، وده اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا يا بنات النهاردة، انك تتعرفي على لون زيت جنين القمح. طريقة العمل بقى عشان ما اطولش عليكم، هتقومي بعملية تدليك على الثدي لمدة 10 دقايق، وهتكرري العملية دي 3 مرات في الأسبوع لحد ما تلاحظي الفرق إن شاء الله مع مداومة استخدامك للمكون ده. بإذن الله في أقل من شهر هتلاقي نتيجة فعالة. وكمان النصايح اللي أنا أقدر أقدمها لك إن أنت تعملي تمارين رياضية للذراعين، علشان دي بتقوي عضلة الثدي وكمان بتساعد على تكبير حجمه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش لايكاتكم، ما تنسوش كمان البنات اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناة تشترك وتفعل الجرس علشان يوصل لها مني كل جديد. انا سعدت جدا ان انا كنت معاكم، شكرا يا بنات، مستنية كومنتاتكم، مستنية تعليقاتكم، واي حاجة محتاجيني اعملها لكم اطلبوها مني في الكومنتات، هتلاقوني بعملها على طول مش بتأخر عليكم. شكرا لكم يا بنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.